انطلاقا من اسمها، هي اسمها شنطة صفر. احنا لعبنا على الاسم، هي صفر مش سفر، لانه شنطة بتدل على الرحلة وصفر تدل على لا شيء، فبتقدر تسميها رحلة اللا شيء. بتعبر عن كثير اشياء، قصص سياسية دينية اقتصادية سايكو امراض نفسية طموحات، من خلال شخصيات بيلتقوا بمطار، وبس يلتقوا في هذا المطار بخلل فني معين بيعني انه المطار راح تتأخر عليهم الطيارة، فبنشوف شو في احداث اثناء تاخير هاي الطياره، مين بينتقم، مين بحب، مين بكره، مين بيموت. ما في حدا بيدخل على المطار زي ما راح يطلعوا، فراح يصير في كثير تغيرات. على النقيض برضو في شخصيات بتدخل على المطار وبتطلع زي ما هي، فهذا الشيء بيعبر عن كثير قصص، بيعبر عن كثير اشياء موجوده بمجتمعنا. تفضل. لا سلمي ايديك بالطياره، ما بدخلني انا، بدك تطلع سلمي ايديك. حسان طيب شو بك مثلنا بعيونك من اول ما اعرفك؟ شخصيتي هي طيبة، هي وحدة يعني حرامية بتسرق من الناس، بس في إلها دوافع معينة ليش هي بتعمل هيك، رح نتعرف عليها بالمسرحية. الإشي المميز إنها شخصية مركبة، فيها شوية كوميديا بس بنفس الوقت في تراجيديا بنفس الوقت، يعني في أسباب لكل إشي عم بيصير والأسباب عميقة شوي، ففي كتير إيموشنز ومشاعر بالشخصية. أول مرة أطلع على هذه الكاميرا. حالك؟ تمام. ليش هيك معصبة علينا؟ والله مش معصبة. لا بلا. لا والله. ليش هيك غرتك نازلة على شعرك؟ والله يعني بتعرفي عشان أشوف أحسن يعني. مرة واحدة في حياتي لكن الله يرحمها. توفت من فترة. الوحدة من لما قتلتني، الصدام لما قتلتني أنا بطلت أعرف أعيش. حتى شوفي بدي افرجيكي شغله، من ريحه المطحونه ما حفظت الطبيعه. الله يعينك. انت طيب. انا شو امك حبيتي؟ انا اللي بحبها. ما بدي فاهمه. الله لا يسامحك، حرقتيني. القهوه مولعه. شخصيتي اسمها ظافر، هو سواق سيارة نقل أموات وبده يسافر عشان يطلع يشتغل برا البلد بعد ما صار معاه ظروف معينة بالبلد. أول إشي بأكد للجمهور أنه حينبسط، تحضيرات لنا تقريباً 3-4 أشهر أكتر بجوز عم نشتغل، تعبنا كلنا مع بعض كتيم، والحلو في الموضوع أنه كلنا ما عم نتعامل مع بعض كشغل، نتعامل كأصحاب، فكلنا مبسوطين وكلنا مرتاحين، وقد ما بيكون في ضغوطات بتكون أحلى. إلى أمريكا المتابعين الكرام، على مدى الرحلة إثنان تبعالتان عاد متوجه إلى البوابة رقم 14 لعدم وصول طائرتكم بالوقت المناسب. الطائرة أصابها خلل فني وهي في التوجه، ونأسف لتأخير رحلتكم.